الكل تعرف مدينة أرخود اللي كتواجد في الجنوب الشرقي للمملكة، وتنعرفوا بلي أنها كتنتج كمية كبيرة ديال التمور. لكن واش تنعرفوا المعالم التاريخية ديال هاد المدينة؟ واش تنعرفوا الكنز اللي كتفتخر به هاد المنطقة؟ هادشي كامل غادي نشوفوه دابا، وغادي نمشيو نشوفو أيضا المعرض الدولي للتمور اللي كتحتفل به مدينة أرخود كل سنة. يا السلام يا السلام، السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في هذا المكان الرائع والجميل والممتاز. اليوم صحراويين 100%. المهم اليوم تتواجد في مدينة أرخود في قلب تفيلات مدينة أرخود الغنية عن التعريف، وبالضبط مع واحد السيد هنا في المحل ديالو اللي رحب بينا وتنشكروه بزاف يعني على هذا الزي ديال المنطقة الرائع. وصراحة غادي ندخل عنده دابا المحل نشوف ندير واحد الإطلالة على المحل، وغادي نشكروه وبغيكم حتى نتوما تشكروه في لي كومونتير. واللي جا لأرخود خصو ضروري يدوز هنايا، لأنه كيتواجد في واحد البلاصة معروفة بزاف، فيها واحد المعلمة تاريخية. هادشي كامل مازال غادي نوريه لكم، ونبغيكم تجيو لهنايا وتقداو عنده الشاش اللي طالع المرزوقة اللي جاي لأرخود، ضروري من الشاش. الا تصورتي بلا شاش في الصحراء حيلا ما دسيش مرزوقه، حيلا ما دسيش الصحراء. يلا ندخل. اللي جا لأرخود هنايا يسول على الهندي ولا السي محمد. السي محمد السلام عليكم اسيدي، مرحبا بكم. مرحبا بينا عندكم اليوم في أرخود. اللي بغى يمشي المرزوقه كنقادو ليه بحال هاد الطريقه هادي، هاد الشال مع العبايه، باش كيمشي شي في الكوشي د سولاي ولا اللوفي د سولاي وكيدير دوك التصاور. المهم هذا راه ضروري اللي جا الصحراء. الكاسك ديال الزواريك. مرحبا بكم. شكرا سي محمد، وشكرا يعني الاصدقاء سي عبد الاله. شكرا سي عبد الاله، وشكرا سي رضوان، تحياتي لكم اسيدي. المهم غادي ندير دابا واحد السينيماتيك في هذا المحل هذا، وغادي نوريكم يعني شي حوايج واعرين بزاف، شي حاجه تترمز للصحراء، شي حاجه تترمز للديزير، شي حاجه اللي جا ياخذ اللي جا للصحراء يعني خصو ياخذها يعني تذكر كادوياس يعني للاصدقاء الاحباب الى غير ذلك. يلا خليكم معنا دابا، غادي نمشيو نكملوا الدوره ديالنا في أرخود. كاين بزاف ما يتشاف، كاين بزاف ديال المعالم التاريخيه، غادي نمشيو نشوفوهم دابا، ومن بعد غادي نمشيو نشوفو المعرض اللي كتحتفل به مدينه أرخود سنويا، وهذا العام كاين النسخه العاشره، غادي نمشيو نشوفوها جميعا، معرض دولي. وغادي نمشيو نشوفو واحد المعرض تقليدي حتى هو ايضا كاين أرخود. هادشي كامل غادي نمشيو نشوفوه. وكذلك واحد الحاجه مهمه بزاف واللي كتمتاز بها أرخود اللي هي لي فوسيل، الرخام، وكذلك بعض يعني المستحدثات اللي هي قديمه بزاف. هادشي كامل بلا ما نحرق المراحل، هادشي مازال غادي نمشيو نشوفوه. يلا خليكم معنا. وكما قلت لكم الاخوان، مدينه أرخود تتمتاز يعني بزاف ديال المعالم التاريخيه، غادي نمشيو نشوفوهم كاملين. وهذه اولهم يعني هذه معلمه تاريخيه يعني قديمه بزاف، يعني من الاربعينات او لا الخمسينات. مرحبا بكم كاملين عند السي محمد، ومرحبا بكم ايضا في مدينه أرخود. يلا المهم غادي نحيد بعد عليا هذا الشيء، وغادي نمشيو نكملوا الجوله ديالنا مجموعين. سي محمد او سي رضوان، سي عبد الاله، يلا شكرا لكم بزاف، الى الملتقى ان شاء الله. مرحبا بهم. الله ودي اللي جا لهنايا تنقول لكم اجيو للسي محمد وسولوا عليه حدا التقويسه ديال سميتها التقويسه القصر، واجيو تقداو الشيلان، وجيو تقداو بزاف ديال المسائل عند السي محمد هنا. مرحبا بكم، يلا تحياتي، يلا الله يعاونكم. دابا في الطريق يعني للدوار ديال المعاضد والقصر ولا القصبه، يعني من السنتر ديال أرخود قالوا لي كاينه 3 كيلومتر باش نوصل ليه، راني غادي على رجلي. المهم
تقريبا من دابا تكون باقي واحد كيلومتر ونسولو باش نوصل. المهم نمشيو تما نشوفو كاين ميتشاف بزاف، قصر قديم، قصبة قديمة بزاف، وعندي بعض الصور قديمة ما غاديش نحطهم دابا، ولكن حتى نوصل تما نشوفو داكشي كي داير حاليا و كي كان سابقا. بقيت كنتكلم بان المنطقة ديال الفوتات تمتاز يعني بلي فوسيل يعني محسة حتى اللي هي قديمة بزاف، وهاد التمثال هذا يعني فاش تكون دايس في طريق تلقاه واقف هنا يعني قدوه غير بالقبس، ولكن عنده واحد الدلالة، عنده واحد الرمزية ترمز على أن المنطقة كتمتاز يعني ب لي فوسي لي مينيغو كذلك حتى هما كاينين هنا على ما أظن، ولكن المستحدثات هنا كاينين بزاف ومن بينهم يعني بعض المستحدثات ديال الديناصورات. واخيرا الاخوان وصلت للمعاديد يعني جبده ديال الطريق صراحه تقريبا شي 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر، ودابا وصلت للمعاديد غادي نمشيو للدخله ديال الدوار القديمه والقصبه القديمه ديال المعاديد، غادي نمشيو نشوفوا كي راها حاليا. عندي واحد التصويره ليها قديمه بزاف يعني من الاربعينات كما قلت لكم، دابا غنمشي نشوف كي راها حاليا واش مازال ولا ما بقاتش. هذه هي الدخله ديال المعاديد دابت وكملوا عليها يعني حيدوا لها هذوك الابراج اللي كاينين في الجناب باش عاودوا يرمموها من جديد، وغادي نحط لكم دابا التصويره القديمه يعني اللي تتعود تقريبا الاربعينات او لا الخمسينات على ما اظن. المهم قديمه بزاف ديال هاد البلاصه هذه ها هي. المهم انا تنتواجد دابا وسط القصبه ديال المعاضيد، مازال محافظه على الشكل ديالها القديم واخا كاين شي ديور. السلام عليكم عمي الحاج. بخير سلامه. الله يسلمك. لا بخير ما كان دري لاباس عليك؟ لاباس. انت ساكن هنا؟ لا. ها من السكان القدام ديال هاد المعاطيد؟ ها انت ساكن هنا؟ اي من السكان القدام زعما كنتي قديم شحال هادي؟ ها كنتي من الناس القدام؟ القباب القدام الناس القدام. ايه قدام. اي هكاك يعني شكون اللي واش كاين شي تغيير في هاد القصبه ولا مازال هي هي؟ انت يسمعك؟ لا وي اسمح لي اسمح لي. هذا الجامع القديم ديال المعاضيد مازال يعني محافظ على الشكل ديالو القديم بزاف، مازال يعني مبطين شي حاجه واعره في هذا القصر. المهم الاخوان انا تنتمشى دابا وسط القصبه ديال المعاضيد وبوحدي هذا الشيء خاوي، واحد الشعور واعر بزاف صراحه، واحد الريحه تضرب كل داخل شي حاجه شي حاجه. يا سلام يا سلام. دابا انا تندور ورد البال يعني الا نمشي نتلف لان يعني كثر الزناقي لداخل وجيت بوحدي لهاد البلاصه يعني الطريق اللي دزتها خصني نرد معها البال باش نرجع منها، الا يعني مشيت نقلب الطريق غادي نبقى هنا. ياك ما رقمنا كثير واسمح لنا. الله يحفظك. انت ساكن هنا؟ ساكن هنا؟ لا هذا البيان شرف معاك هنا. هذا الجامع. هذا الجامع؟ ايه. شحال تقريبا تكون عنده من سنة هذا الجامع؟ تقريبا من الربعينات ولا؟ قديم كاع ما نعقلش عليها انا. مانيش عقل بطبيعة الحال. تنشوف دابا ياك ما مكتوبة في شي بلاصة من سنة ولا، ولكن ماشي هذه؟ لا هذه البلاكة ديال الكتاب يعني ديال القرآن فاش يحفظوا. ايه. ايوا. الله شكرا لك. الله يحفظك. الله ينور. الله يسعدك. يلا المهم الاخوان دابا غادي نمشي نخرج يعني من القصبه ديال المعاضيد. الصراحه هادشي هادشي واه شي حاجه يا سلام، شي حاجه قليل اللي تنشوفوها. الناس مازال محافظين على الشكل التقليدي وسط هاد القصبه، الناس مازال محافظين على البناء الطين حتى ولو يعني تعرضات يعني الدار ديال شي واحد يعني بعض الاضرار تصلحها بطريقه تقليديه يعني تعاود نفس الطريقه باش كتبنى بالطين، و تيسقفوا يعني بالاخر ديال الجريد داك الجريد ديال النخل اليابس. او المهم تيعتمدوا على المواد المحليه. واحد الصديق هنا شافني تنصور وقال لك دير شي فلوق. تهلا الله عليكم في ياك المعاضيد. معاضيد اخويا المعاضيد. عطاك تحياتي. ايوا هانيه. يوسف سلامات. مزيان بخير. السميه ديال الصحاب مزيان. انور اوجي فلوق. والانستغرام بحال بحال. بحال بحال دير غير انوار اوجي لا تلقى في فيسبوك انستغرام لويس. هانيه يلاه مرحبا بنا عندكم. جينا لهنا جينا دابا نعرفوا باش نصوروا هنا. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك. يلاه تحياتي. واه عاد صورت في 1000 وتعطلت تمايا. لا خصك تجي في الصباح تكونوا هنا مناشرين التمر.
يبيعوا الجملة ولا كيفاش؟ الجملة هي شحال بغيتي؟ هاكا والرخص سيدي مزيان واز قلنا مرة أخرى إن شاء الله. يلا تحياتي الله يحفظك. الناس هنا ضريفين. قال لك صديق شنو هي الصفحة ديال فيسبوك انستغرام ويوتيوب الناس ديال اليوتيوب. يلا تحياتي لكم من هذه البلاصة هذه الرائعة. غادي نقول لكم واحد القضية، راه خصكم تبارطاجيو هذا الفيديو مزيان، خصو يوصل لأكبر عدد، ونبغي الناس اللي دخلوا أول مرة يشوفوا هذا الفيديو هذه بغيهم يتابوناو فلاشي وكذلك يديروا جيم وشي كومنتير يكون مشجع. وشكرا للناس اللي شافوا الفيديو اللي درت في ميدل تعجبهم بزاف وكتروا لي كومنتير وطلبوني يعني نصور بزاف ديال البلايص وحدين اخرين، ولكن ان شاء الله شويه بشويه دابا غادي ندير هذا الفلوق ديال ارفود، من بعد غادي نديروا فلوق في بلاصه واحده اخرى وحتى نوصلوا ميدل ضروري غادي نرجع لميدل وغادي نصور بعض البلايص اللي هي واعره حتى تمايا. فهاد البلاصه هادي قالوا لي الاصدقاء يعني الناس الصباح بكري تيخرجوا التمر ديالهم و تيفرشوها هنا فهاد البلاصه هادي وتتباع بالجمله يعني ثمن مناسب، ولكن ما جيناش الصباح بكري تعطلنا شويه يعني باقيين غير هاد الناس هادو قلالين شويه. كما تشوفوا هنا مازال الناس تيتنقلوا يعني من المعاضيد حتى الارفود ومن هاد الدور المجاوره حتى الارفود يعني غير بهاد الكرويله هادي والعود. كي كانت الدنيا هادي شحال هادي وكي ولات دابا كاين شويه ديال ولا هي لا مش كلشي لا مزيان. الله يحفظك دامي الحاج. حتى القصر ديال المعاضيد راه باقي محافظين الناس على هذاك الشكل التقليدي ديال البناء وهذا مازال محافظين عليه. اييه باقي محفوظ عندي كلشي. الله يعمر هذاك. الله يحفظك الله يخليك لينا دامي الحاج. شكرا الله يحفظك. ودابا يعني ملي سالات المهمة ديالي صورت لداخل وصورت برا وصورت يعني الأشياء اللي خصني نصور هنا في المعاديد، دابا غادي ندير أوتو ستوب نشوف شي طاكسي ولا غادي يصرفني الألف. المهم الإخوان دابا تنتواجدو في القنطرة ديال واد زيز اللي دايز في ارفود، وعندي لي واحد التصويره قديمه بزاف حتى هي غادي نحطها لكم دابا. العيالات كانوا كيغسلوا في الواد، كاين الماء موجود في هذا الواد هذا. دابا غادي نحط لكم التصويره وغادي ديروا المقارنه يعني ما بين الماضي والحاضر. في هذه البلاصه هذه دارت قنطره، لكن سابقا كانت يعني قنطره غير في الارض، وغادي نحط لكم دابا واحد التصويره قديمة بزاف وغادي ديروا واحد المقارنة يعني ما بين الماضي والحاضر. شي حاجة واعرة بزاف كما العادة، شي حاجة يا سلام. ومن هاد البلاصة هادي يعني غادي نهضروا على السبب ديال التسمية ديال ارفود، مدينة ارفود بارفود. القوافل سابقا كانوا تيجوا من السودان وتيدوزوا يعني عبر ارفود الرشيدية يعني تفيلات بصفة عامة لمدينة فاس، وكانوا يعني في هاد البلاصة هادي في هاد الواد هذا تيحطوا يعني الرحال ديالهم، تيوقفوا القوافل في هاد البلاصة هادي في هاد الواد، تيرتاحوا تيعمروا الماء وعاود تيهزوا المسائل ديالهم وعاود تينطلقوا فاش يبغيو يهزوا السلع ديالهم. داك بحال قلتي القائد ديال القوافل أو لا هو تيعيط لهم بواحد الكلمة تيقول لهم ارفدوا ارفدوا زعما هزوا يلا مشيو. هاد الرواية يعني تتقول هذا هو السبب ديال التسمية ديال مدينة ارفود بهذا الاسم هذا، وكاينه رواية ثانية تتقول على أن السبب ديال تسمية مدينة ارفود بارفود هو يعني تم وقوع ديالها الجغرافي، جاية يعني على شكل ركبة افود بالأمازيغية، افود يعني تتعني الركبة بالأمازيغية، وهذه هي الرواية الثانية والصحيحة الله أعلم. المهم أنا قلت لكم الروايات بجوج ثم ما نعرف ممكن تكون شي روايه عند شي واحد اخر. المهم اللي عنده شي روايه اخرى ولا شي معلومه اخرى يحاول ما امكن يحطها لنا في الكومونتير نستافدوا جميع. عندكم شي روايه نتوما؟ المهم تحياتي الاخوان معايا دابا في الفلوق السي ادريس والسي محمد امين. تحياتي الله يحفظك الله يحفظك السي ادريس الراجل العظيم. هذا السي محمد دائما السي انوار دائما باحث و الرجل التراث المغربيه ليوصل لكم المعلومه عن المهم تنحاولوا ما امكن نديروا واحد المقارنه يعني بين الماضي والحاضر، نشوفوا يعني بعض المعالم واش مازال هي ولا تبدلت،
ودابا حاليا غادي نمشيو نشوفو السوق المركزي ديال مدينه ارفود. عندي بعض الصور قديمه بزاف عليه، غادي نمشيو دابا نشوفو واش مازال داكشي كما هو ولا تغير. يلا نمشيو. اخبارك؟ الله يسهل عليك. وهذه الدخله ديال السوق المركزي اللي كاين في السنتر ديال مدينه ارفود، حتى هو عندي ليه بعض الصور قديمه بزاف. غادي نعطيكم دابا تصويره قديمه ديال هاد الدخله هذه، وغادي نمشيو ندخلوا للداخل. عندي بعض الصور قديمه للداخل، لكن تنظن واقيلا للداخل كل شيء مبني، كل شيء عامر. مهم غادي ندير واحد اللقطه للداخل وغادي نعطيكم يعني كيفاش كان سابقا كانت الدنيا خاويه للداخل. المهم حنا دابا تنتواجدوا للداخل ديال السوق المركزي اللي في مدينه ارفود. الدنيا عامره، شي مبني، شي يعني داير غير البيشان وكذا. غادي نحط لكم دابا واحد الصوره قديمه بزاف الداخل ديال هذا السوق هذا، كيفاش الناس يعني كانوا تبيعوا يعني في هذا السوق هذا سابقا. هادشي تنهضر عليه يعني في الربعينات الخمسينات، ما عنديش اكزاكت يعني التاريخ، ولكن تقريبا الربعينات ولا الخمسينات كان السوق كامل خاوي، داير عليه واحد السوق وبالتقويسات. غادي نحكي لكم دابا التصاور القديمه ديال وسط السوق، شوفوا كيفاش كاين داكشي. بالنسبه لهذا الجامع هذا يعني حتى هو تعتبر يعني من اقدم يعني المساجد اللي كاينين هنا في السنتر ديال ارفود. الصراحه الصوره القديمه اللي عندي ماخوذه من واحد الزاويه، ولكن ما لقيتهاش يعني، ماخوذه واقيلا من الفوق ديال شي سطح. والمهم اضطريت انني نصور الجامع من هذه الجهه هذه، ولكن غادي نحط لكم الصوره القديمه. دابا يا اخوان نتواجدوا في واحد البلاصه فاش تتم العمليه ديال النحت ديال الرخام، ودوك المستحدثات اللي تيجيبو يعني محجره يعني تيتم تينحتوها باش تولي يعني تبان. وكاين صداع، ولكن دابا غادي نخليكم مع واحد السينيماتيك، لان حتى الهضره هنا ما تتسمعش مزيان. غادي نخليكم مع واحد السينيماتيك تشوفوا كلشي داكشي اللي تيدار هنا في هاد البلاصه هادي. المهم الاخوان حنا دابا تنتواجدوا في الدخله ديال المعرض ديال التمور، يعني في نسخته العاشره. دابا غادي نمشيو ندخلوا للداخل نشوفوا شنو كاين تمايا، شنو عارضين للداخل. ومعايا يعني الاصدقاء سي علي وسي عبد الخالق. المهم غادي يرافقوني يعني باش نمشيو ندخلوا للداخل نشوفوا تما داكشي كي داير. يلا خليكم معايا.